بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي في الله، لدي حديث هنا أحببت أن نتأمله معا. الحقيقة هذا الحديث مهم جدا، لأنه يمس كل واحد منا ويمس نظرتنا للحياة. نظرتك للحياة تحدد مناعة جسمك، تحدد الأمراض التي ستصاب بها، تحدد حتى الرزق. نظرتك للحياة هل هي إيجابية أم سلبية؟ وماذا تعني هذه الدنيا بالنسبة لي ولك؟ انظروا ماذا قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له حديث رواه الإمام مسلم، يقول فيه: والله، قسم، النبي يقسم. إذن شيء مهم هنا، انتبهوا معي، هناك شيء مهم، النبي يقسم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. يعني إذا أدخلت إصبعك في بحر، ماذا يعلق في إصبعك من هذا البحر؟ لا شيء. الدنيا بالنسبة لله هي لا شيء. هذا تشبيه بليغ أيها الأحبة. لماذا النبي أخبرنا بذلك؟ النبي أخبرنا بذلك أيها الأحبة لأنه يريد أن يرسل لنا، لي ولك، رسالة. يقول لك: لا تهتم بهذه الدنيا، لا تشغل بالك كثيرا بموضوع الرزق والمرض والمستقبل والخوف وإلى ما إلى ذلك. اطمئن، افرح. الإسلام دين فرح أيها الأحبة، ليس دين حزن، دين اطمئنان، دين سلام، دين يأمرك أن تحب الخير للآخرين. أنت مجبر في الإسلام أن تحب الخير للآخرين، أنت مجبر أن تقول كلمة طيبة، أنت مجبر أن تفرح. في الإسلام لا يوجد حزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا. في الإسلام لا يوجد يأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس هو كفر أيها الأحبة. لذلك أحبتي في الله، أنا أود أن أكرر هذا الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا، يعني قيمة الدنيا أمام الآخرة هي مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما ترجع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا كانت الآخرة هي بحر كبير فالدنيا هي قطرة. طيب بالله عليكم، يعني أنا كإنسان عاقل أبذل جهدي وهموم وتعب وعمل من أجل هذه القطرة الصغيرة وأترك هذا البحر؟ إذن أيها الأحبة، هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن نوجه كل اهتماماتنا للآخرة لكي نعيش حياة مطمئنة. تهتم بلقاء الله لكي تعيش في هذه الدنيا بسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاطمئنان والسلام والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.